مالك يا ابو سعيد؟ في ايه؟ بقول لك تعالى لي حالا. في ايه يا ابو سعيد؟ حلقتيني. الساعه والقماش بتاعتي مالها؟ اتسرقت. اتسرقت ازاي وفين؟ اتسرقت من البيت، سبتها على السفره هنا، نزلت رجعت ما لقيتهاش. هتكون راحت فين يعني؟ عفريت طلع خدها؟ ما اعرفش، انا دورت في كل حته، قلبت عليها الدنيا ما لقيتهاش. مفيش غيره. غيره؟ تقصدي طارق هو الوحيد اللي دخل البيت وانا مش موجوده يا عمرو. انا متاكده ان انا حطها بايدي قبل ما انزل. لا مستحيل طارق يعمل حاجه زي كده. امال هيكون مين يعني؟ مش يمكن الشغاله؟ ام حسام ما حاش مفتاح للبيت. أمرني عمرو بيه. تعالى يا طارق. أجي؟ حاضر. فين الساعة يا حرامي؟ حرامي؟ أنا؟ بقولك إيه؟ أفلام أنا مش عايزة، اطلع بالساعة. الساعة دي؟ والله العظيم أنا ما طارق. الهانم سابت ساعتها على الترابيزة. خرجت راحت مشوار ورجعت ما لقيتهاش. محدش غيرك دخل هنا؟ عمرو بيه انا ما شفت الساعات. انا دخلت حطيت الحاجه في المطبخ ومشيت. طب ندور عليها وانا هدور معاكم. اكيد راحت هنا ولا هنا. والله العظيم لو ما طلعت بالساعه دلوقتي هطلب لك البوليس. ثانيه يا ابو سعينه. طارق لو كنت خدت الساعه اقول ده اكرم ليك وليا. يا باشا انا طارق الساعة دي كانت في ايدي قبل ما انزل، قلعتها وحطيتها هنا على السفرة، رجعت ما لقيتهاش، ومفيش حد غيرك دخل البيت، يبقى راحت فين؟ خلاص يا ابو شاينة اهدي. لا مش ههدى، انا هطلب البوليس. طارق استنى مرة. يا عمرو بيه انا والله طارق. البوليس ايه اللي عايزانا نطلبه؟ احنا بندور على الفضايح؟ مش عايزين نعمل قلق حوالينا يا ابو سعيد. اه طبعا، ما هو عشان عارف ان احنا خايفين من الفضايح بيعمل فينا كده. بس لا بقى، انا مش فارق معايا الفضايح، انا بالنسبه لي اقول للناس كلها اللي هو عارفه ولا انه ياخد ساعتي. اهدي يا ابو سعيد من فضلك اهدي، واجيبك احسن منها. بس سيبيني اتصرف. فيك يا طارق. عمرو بيه والله العظيم انا ما سرقت حاجه. محدش بيدخل الشقه غيرك. طب هات لي مصحف. هات لي مصحف وانا هحلف عليه. اوعى تفتكر انك ممكن تلوي دراعي عشان اعرف عني كل حاجه. انت عارف انا ممكن اعمل فيك ايه؟ يا عمرو بيه ده انت مربيني وعارفني كويس. ازاي يجي في بالك اني ممكن اعمل كده؟ انا علشان خاطر امك الغلبانه مش هضيع مستقبلك. هات مفتاح العربية. اعتبر اللي انت خدته ده مكافأة نهاية الخدمة. مش عايز اشوف وشك تاني. اتفضل. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.